هذه اللي هي كنمثلها وعضو ديال جمعيه الشباب واولياء السلام. شنو المشكل اللي عندكم بالضبط؟ عند انا المهم من المنطقه المضروره بزاف كاع فيها فاش مات هذاك الوليد قطع الفروس عندنا مشكل. انت وقعت لي هذه الحادثه شي اسبوع نهار الخميس كيجيو مساكن من في كالاس والشاهد حبيب الله والشاهد حبيب الله والشاهد حبيب الله وقفة احتجاجية السلام عليكم. الاسم كريم. المنطقة اللي كتمثل هنا شنو هي بالضبط؟ المنصورية. المنصورية. أنت الأب ديال التلميذ اللي توفى مؤخرا، النهار بالضبط اللي توفى به؟ الاسم ديال المغربي عبد الصمد. وصافي احكي لنا على الحادثة كيفاش توفى؟ الحادثة مشى قطع المدرسة ديالو عادي كما الساكنة كلها كتستعمل هذيك الطريقة. كاينة قطرة ولكن القطرة ماشي مخصصة للراجلين، مخصصة للماء النية منين تسرب. أييه. واليوم ولدي ملي مشى للمدرسة مع القيطة ديالو الربعة كتسنى فيه رجع ما رجعش. انت الصديق ديال الطيب اللي توفى. انت كنت حاضر معاه نهار توفى. اشرح لينا كيفاش وقعت الحادثه. عندناش منين انقطع، عندنا هذيك لاطوروش غادي بحال المفهوم علينا تخرج الطوموبيل. اها ضربته هو حتى تقاسك شويه. ابجي والطوموبيل وقفت في الحين ولا شنو؟ وقفت في الحين. يعني كيفاش حتى وقعت الحادثه بالضبط؟ فهمتيني؟ غادي وعلى بغا يطول وخرج محمد يقيس. مات هو في نفس في البلاصه ولا شنو هو؟ في البلاصه. سيارة الإسعاف جات في الحين؟ شوية معقلة. بقات واحد شوية، بقات واحد شوية. احكي لينا باختصار على الصديق ديالك كيفاش كيكون التعامل ديالو مع الأصدقاء وداك الشيء. كلشي كيشوف. كان تلميذ مجاهد مواظب، راه باينة من الصورة تلميذ مجاهد، نترحموا عليه جميعا. الصورة سميتو كيف كان التعامل ديال الجهة المسؤولة مع هذا الحديث هذا؟ شازروكم كيفاش؟ خاصهم يبنوا لنا قنطرة حنايا، راه أي واحد كيدوز هذيك القنطرة ضروري خاصكم في أقرب وقت. علاش؟ حيت مبنية المدرسة حدا لاطوروت خاصة. شحال المدة وأنتم ما كتعانيو من هذه القضية ديال أن القنطرة ما تكملش؟ سعرت من النهار داروا الإعدادية. شحال تقريبا العدد ديال التلاميذ اللي كيقطعوا هذيك القنطرة يوميا؟ بحدود حال 50 حال 80% هذا. اذا الرساله اللي كتوجه بصفتك انت الصديق ديال بنيو لينا قنطره. بنيو لكم قنطره. باش نقولوا السلطه المحليه واش نقول للمجلس البلدي ولدنا خونا صاحبنا راه معانا مات امام الملا وتا واحد ما دخل وتا واحد ما دار حتى شي مجهود. اذا حنا اليوم جينا باش نقولوا حاجه وحده الله اكبر علينا قنطره. اذا كان هذا عيب عندنا من باش نحقنا قنطره جو ضربونا، ولكن باش نتهدوا تاخذوا الرسائل حنا ما كنتهدوش حنا ما كنتقلعوش حنا جايين تماشيين مع جو الخوان اللي فتحوا صاحب الجلاله الملك محمد السادس. اذا فحنا حنا جينا اليوم عندنا المطلب الاول وهو البناء القنطرة، عندنا المطلب الثاني وهو توفير او اعطاء الدنيا الاب والام ديال هاد الدري اللي مات، وثالث رجوع السلطات المحلية. السلطة المحلية في الحركة الشعبية المنصورية عندها المنسقين ديالها، ولكن انتوا باغيين تحاولوا. حنا ما بين ايدينا، ما بين ايدينا رئيس الجماعه، ما بين ايدينا الباشا، ما بين ايدينا الامن، ما بين ايدينا اي واحد.
اولا حنا ديما كنلقاو واحد الغموض من السلطات خصوصا ملي كنديروا الاخباريه ديالنا ديما كنتلقاو بان اخلاء الدمه مع العلم ان اخلاء الدمه لا يفسد من الود قضيه بالاضافه الى تلقينا تهديد او نقولوا انذار لبعض واحد الجمعيه هي عضو في التنسيقيه ديال الحركه المنصوريه قالوا له الا خرجتي غادي كيعتزموا انهم غادي يوقفوا لهم الجمعيه غادي يحلوها حنا اليوم كنقول لهم ها الناس المسؤولين الا كنتوا قادرين تحلوا الجمعيه فاش وحنا مستعدين الا بغيتوا تحلوا الجمعيه ديالنا حلوا الجمعيات حنا راه ما جينا ضد حتى شي واحد حنا من الوقفه الاولى وحنا غادي كنتقوا خرجنا 37 واحد خرجنا 150 واحد في الوقفه الثانيه الحمد لله دابا راه كاين الناس خرجنا باش نقولوا عندنا ميساج بغيت نوصلهم الميساج الاول هو مرتبط بان البناء القنطره طالبنا في الوقفه الثانيه اللي كانت نهار 16 طالبنا بناء قنطره السلطات المحليه ما مدتش لنا اي يد ديال العون بغينا الحوار مزول علينا كنتفاجئوا بان دازت 4 جوغ كنلقاو بان الدري مات الضحيه عبد الصمد الشهيد اللي حنا سميناه شهيد المنصوريه او شهيد الطريق